في الأيام الأخيرة القوات الإسرائيلية بالأخص الطائرات الإسرائيلية قصفت الكثير في المناطق في قطاع غزة بالأخص مكاتب التابعة لحماس. واليوم كما يظهر في هذه الصور دمار شامل يحل على قطاع غزة، بيوت كثيرة مهدمة، شوارع تفتتت إلى شظايا، وكذلك مكاتب حماس دمرت على يد الطائرات الإسرائيلية. لذلك حماس في الأيام الأخيرة بدأ يشعر بالضغط الإسرائيلي على قطاع غزة. تكلم يا بسام.